بحالكم مني زاد المرأة عنده 15 عام عرض ضاع دواء على طول حياته وانا ما شربش الدواء ما كاينش ندير لي التحاليل من 3 سنين كندير لي التحاليل دارو وثم الحالة كتشوف فيها لما شربش الدواء ما كاينش لو كل شيء مطحون ما كينضغش ما كيشوفش ما كيهضرش ما كيبركش هو كتشوف هو الطبيب قالنا عدو كامل ديك ابي كامل كله ما ديت وز لي قال لي عدو ما طلعش لي الاكسجين الراس ما كي لا هذا هو بحال شي ورده وكتسقي فيها دابا ملي كنديها الطبيب يقول لي انا بحال شي ورده وكتسقي فيها ماشي زعما هاد الدواء نقول لك غادي يصح ولا كيهدنوا لما شربوش ما كاينش ليكوش ليكوش راه هو حيت راه حيت راه هو ليكوش كندير لي هذاك ليكوش انا على طول الحال ما كانش ليكوش ما كاينوش غير على 6 شهور عطيني رانديفو كيعطيني 6 شهور دابا في شهر 10 غنمشي عندو التحاليل في شهر 10 وكيعطيني الورقه باش ناخذ لي الدواء الا ما كانش فارماسي الا ما كانش الورقه ما نعطينيش الدواء كنطلب انا على الناس كيشريوه ليا دابا خلصوا لي واحد الولد نيت قدك بحالك هيا خلص لي 15000 ريال دابا بقى لي دو شهرين صافي فارماسي دو شهرين غنجيبو غدا ولا بغد غدا غنجيب قاعده ليا نيت السيرو الاخر ما خداماش وليدي برا طال معاش عندو 500 ريال هو في النهار دابا وليدي من غير الدواء ومن غير هذا عدو ليكوش الحليب كنشري ليه الصباح ضروري هذه الرضاعه ما نحيدهاش والديسير ما كنطيش الصوبه في 12 في الليل كنشري ليه جوج تفاحات بنانة وعويده هذه يوميا عندي 10 دراهم هذه يوميا ديال هذا الديسير وعاد الحليب ودانون وليكوش ليكوش كان واخا كاع كيشريو لي الناس كاع بعض زعما الناس كيعاونوني ولكن ضروري كنشري ليكوش صغير ضروري ما كيقدونيش هذوك ليكوش اللي كياخذني كياخذوا لي كنطالب من المحسنين يعاونوني على هاد الوليد ها هو كتشوف ما كيشوفش ما كيهضر ما كينضغ ما كيبرك